بلا طول سيري الخط الساخن 71 106 111. كيف تربح اللوتو؟ 800 ألف لبناني بيسألوا حالهم هالسؤال إذا مش التنين الخبير. من فترة قريبة حصلت مفارقة بسحب اللوتو وهي فوز 16 شبكة بالمرتبة الأولى لأول مرة بتاريخ السحب بلبنان. عن الموضوع التقينا برئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية للألعاب الحظ روني جريساتي. في مرتبة أولى. اي 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 شو عدد الشبكات؟ 16 شبكة؟ 16 شبكة ربحوا المرتبة، 16 شبكة ربحوا المرتبة الأولى. مدام تريس صلحي لي، ما بعرف إذا لا مضبوط. 16 شخص ربحوا المرتبة الأولى، وكل شخص بيربح 116,880,000 تقريبا. ألف مبروك، يعني 16 شبكة بالمرتبة الأولى. هيدي يمكن عم بيقولوا لي يمكن أول مرة بتصير بتاريخ اللوتو اللبناني بلبنان. قلوب هالعالم كلهم على بعضهم بالأرقام كانوا، وصارت. هلا في ناس أخذوها بشكل إيجابي وناس أخذوها بنفس الأمر. الناس بحبوا إنه على طول بحبوا يلاقوا تفسير لشيء، ما بده تفسير، ما في غير حظ. ليش الشك على طول بالشيء اللي عن جد ماشي مزبوط بالبلد؟ من الاشياء القليله يمكن ماشي مزبوط، اوكي، بس ماشي مزبوط. عاده الناس بتلعب اكثر الارقام تحت ال 31، يعني انا بلعب مثلا اكثر لل 31. ليش؟ لانه كل تاريخ واحد بيعني له شيء. في ناس بيعملوا مثل ديزاين، يعني بتشوفيها انه بيعمل مثلا هول اللي هيك، بيرجع بيعمل زيح هيك، بيرجع دياجونال. في ناس بيلعبوا زيت الارقام كل الوقت، وفي ناس بيلعبوا شيء اسمه ملتيبل، يعني مثلا بيلعب 3 6 9 12. ثاقبت هيدي انه فيها ملتيبل تبع الخمسه. بالنسبه لهيدي المكنه اللي عم تعمل تيراج، عم تعمل سحب، شو في فرق؟ هيدي طابه وهيدي طابه، في حيالله طابة تطلع. برجع بقول يعني الناس اللي عم تكتب انه هيدي ما بتصير بلبنان غير بلبنان، وهيدي زعبرة، وهيدي لازم مدري شو زعبرة، شو ما فهمت. نحن انه واحد بده يزعبر، بيزعبر على 16 واحد، شو الافانتاج؟ يعني ما يجيب واحد يزعبر هو، ليه بيجيب 16؟ عم نفتش شوف اذا صايرة قبل شي محل صاير 16 واحد، اذا مش صايرة بدنا نحاول نأيدها ونفوتها على الجينيس بوك. مفوت لبنان بشيء على الجينيس بوك. طلعت صايرة قبل، مش أول مرة صايرة قبل. هل من تفسير منطقي بعلم الأرقام للعبة بتعتمد 100% على الحظ؟ وهل ممكن الحصول على الأرقام الرابحة بعملية حسابية؟ يعني هل ممكن تفسير اللا منطق بالمنطق أو الحظ بالمنطق؟ هل أسئلة رح وجهها لضيفي بالفقرة الأخيرة الدكتور في علم في العلوم والرياضيات فايز كرم. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور. مسيو زبان، أهلا وسهلا فيك. حضرتك صاحب كتاب تذكرة إلى حلمك، Ticket to Your Dream، اللي كتبته بناء على دراسة لكل صحبات اللوتو من سنة 2002 لسنة 2010. نحن عنا 10 دقايق لنكشف فيها السر الكبير اللي ما بعرف إذا يعني يكشف أو لا يكشف. في كتير ورق قدامك. نعم. أولاً في علم لمنطق الحظ. أكيد أكيد أكيد، هو نحن بنسميه علم الاحتمالات، اللي مبني على الإحصاءات. بمعنى تاني، أي شيء بالظاهر فوضى بيكون له قوانين داخلية لإله. نعم. ينعم عليك. مثلاً بعطيك مثل بسيط كتير. إذا بتاخد عندك مليونين سيارة بلبنان ماشيين على 8 ملايين دولاب، كيف بيقدروا يعرفوا إنه في 2000 سيارة حيعملوا حوادث هالسنة؟ هي نحن بنسميها مويان، أكيد أنت بتعرفها يعني. بعصوب بالظاهر فوضى، بس بالداخل في له قوانينه. بالظاهر طابات عم بتضغط. نعم. اللي بيتابع الموضوع وبيطول باله
وبيقعد بيدرس هالارقام كيف عم تجي. نعم الاحتمالات الا احتمالات. نعم انت بدراستك نعم. شو الاستنتاجات اللي توصلت؟ هقول لك اياها. اولا في قوانين واضحه وضوح الشمس، وهلا حشوفيكم اياها جايبها معي، هتشوفوا هالقوانين مظبوط. فرجينا اياها كيف. يلا ولا هي اول ورقه كاميرا بليز، قرب لي اياها بليز قد ما فيك. هي بدك تكتب شيء؟ نو هلا لا هلا لا بليز انتبهوا لي علي شوي، هيدي ركزوا لي في تركيز مهم هون لانه في كثير عم بيسالوني علي. هدول اخر 10 سحوبات، هول اخر 10 سحوبات. باخر 10 سحوبات بتلاحظوا انه 8 سحوبات من اصل 10 في رقم انعاد من السحب اللي قبله. هاي واحد. اثنين، بالعشر سحوبات ذاتهم بتلاحظوا انه في 9 سحوبات اجوا رقمين بينتهيوا بنفس الشيء، مثلا 13 23، 1 12 11. نعم. وبتلاحظوا انه بعشر سحوبات 10 من 10 اجوا رقمين ورا بعض، مثلا 6 7 12 13 38 39. فاذا اللي بده يلعب مظبوط اللوتو بلبنان، عم بحكي بلبنان. نعم. الاحتمالات بغير لوتو بالعالم تتغير. نعم. سئلت السؤال وجاوبت عليه بناس من نيويورك. بلبنان اللي بده يلعب لوتو مظبوط بده ينتبه على شغلي، بده يعيد رقم من السحب اللي قبله، بده يلعب رقمين بينتهيوا بنفس الشيء، وبده يلعب رقمين بيدفعوا مع بعض. نعم. اذا بنشوف ال 16 هدول 16 شخص اللي ربحوا. نعم. لاحظوا شو لعبوا. 5 15. يلا خلينا نكتبهم. 5 15 25. نعم. 35. واجت ال 41 و 42. 42. لا 42 معهم. 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 هاي الإضافية لا؟ لا الإضافية 34 كانت. ايه. شو بتلاحظوا؟ بتلاحظوا إنه الرقم 15 كان طالع بالسحب اللي قبله. ايه. بس هو اللي حاطط 5 15 25 35 مثل اللي عم يلعب. هو منو عم يلعب. هو عم تشلى. ايه يعني. ومشان هيك. يعني بتقول أكيد ما رح تزبط إنه يجي. لا، نو نو. هذا بيدلك على انه هذا التفسير اللي كنت حضرتك عم تسال عنه مستر زبان. ايه. انه كيف صارت 16 واحد ربحوا الجائزه الاولى. ايه. لبل اكثر من هيك حقول لكم 183 واحد ربحوا الخمس ارقام. هي هيك كانت الكارثه. و 3000 واحد ربحوا الاربع ارقام. يعني كان عندنا تقريبا 7000 شخص. طب هدول بتعتقد انه صدفه او كانوا عم لا 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 من كل واحد من كل منطقه. ايه. نو 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 انا بس كانوا عم يعملوا حسابات او ثبتوا الارقام. هيدي خليني اشوفك اياها. طب لا خليك 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 معي. سوري لحظه خليك معي شوي. ايه. شوف ها حط لي الكاميرا هون بليز. هي لحي. ايه. هاي ورقه اللوتو. ايه. اللي لعبوها لك كيف بلعب شطب عمل شطب هون وزيح هون بس. ايه. يعني ما في اهين منه، لا فكر ولا وجع راسه وزبطت. حظ حظ. وانت اللي عم بتقولهم انه هدول ماشيين على باترن محدد من سحوبات، انت اذا يعني عم بتقول مثلا انه بهالعشر السحوبات الاخيره كان دائما كان في رقم عم يتكرر من الاسبوع اللي قبله بالقليل رقم. نعم، هيدا الشيء شو بيعني؟ شو بيعني؟ له معنى؟ ايه له له كالكول، هذا بعلم الاحتمالات لازم يرجع يا رقم يا رقمين يا ثلاثه واوقات اربعه. بس انه الاسبوع المقبل شو يعني شو المنطق اللي بخليه يرجع اذا هن الطابات عم بيدوروا بطريقه فوضويه وحده منهم عم تنزل بالصفحة. سؤالك بمحله، هذا بعلم الاحتمالات. نعم. بتاخذ 7 ارقام اوكي، وهيدي بيطبقوها كثير بالطب. بياخذوا بيعملوا اكسبيرينس بينقوا 7 ارقام بيرجعوا بينقوا بغمضوا عينين وبينقوا 7 تانيين من هالمجموعه. السؤال قديش الاحتمال انه من هالسبعه اللي انا نقيتهم تاني مره يطلع عندي رقم 1 او 2 او 3؟ قديه؟
في عندك هون 81% احتمال يطلع رقم او رقمين او ثلاث ارقام. بس يعني انت طبعا. اليوم لتعمل التذكره الذهبيه اللي بحسب احتمالاتك نعم. او بحسب دراستك نعم. رح الارقام رح تطلع نعم. قديه بدك تحط مصاري يعني كم قديه بدك تحط مصاري اوكي جريت. كم تذكره رح صح تشتري صح صح هو حتى بحسابات اللوتو تتربح اللوتو كلها بدك تلعب 5,250,000 شبكه تسكرها تتسكرها يعني لتعمل كل الاحتمالات كل الاحتمالات 42 رقم 6 ب 6 ب 6 ب 6 بيطلعوا 5,250,000 قد ايه مصاري؟ هيدي ما بتهم المصاري ما راح تربح لاقول لك ليه المشكله وين؟ انه الجائزه الاولى ما بتتعدى 7 مليار 8 مليار طيب ما انت حاطط اكثر منهم حاطط 10 مليار او 11 مليار هي واحد اثنين بركي واحد لعب شبكه وحده واجاه حظ بصير تشارك معه بدك تتشارك معه معناتها خسرت بس هي كمان سر اللوتو انك ما تعمل حسابات لا بالعكس تتكل لا وتشوف حظك كيف لا لانه هون نحن بنمشي بمبدا بسيط كثير مستر زبادي العلم بيساعد الحظ نعم والحظ بيساعد العلم نعم اينشتاين وقت بس هون هو علم مش علم لاجوبه حاسمه هو علم لاحتمالات ما هو الاحتمال هو اللي بيكون بحد ذاته جواب حاسم يعني نعم. بمعنى ثاني بالدراسات اللي انا بعملها انا وصلت لمرحله انه بدال ال 5 مليون يسمح لي بالقلم شوي تعطيك فكره كيف لو اعتبرنا هدول ال 5 مليون ايه هول 5 مليون احتمال انا جيت اعطيتك 2% بس هالشق فيها وقلت لك الجائزه الكبرى والجوائز كلها هون هذا كله انا شلت لك اياه ما بقى بدي اياه نعم ينعم عليك انتبهت لي فهمت الفكره وين وانت عم تقدر تعطي هيدي ايه الا كان هلا نحن عم نوزع حتى نعم يعني نحن بيطلع انا بعرف كثير عالم انت هلا على الفيسبوك عامل مثل برونوستيكو بليبانون نعم نعم انا بدي اشكرك خلص وقتنا بنتمنى التوفيق وبدنا نتمنى انه تبقى لعبه اللوتو لعبه حظ واحد هيك يعني لا في حظ وفي نحن بنساعد ما فينا بس نتكل على الحظ نرجع نلتقي فيكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء